السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. طيب، ايش اللي صار في الفوت تشامبيونز؟ ممتاز، خلوني اشرح. عندنا 30 مباراة، تمام؟ العشر مباريات الاولى فزت في 4 وخسرت في 6. العشر مباريات الثانية فزت في 6 مباريات وخسرت في 4. الآن تبقى معي 10 مباريات أخيرة. لعبت قبل شوي مباراتين، ثلاث مباريات، أو عفوا أربعة ولا ثلاثة، أيوة، خسرت في 2 وفزت في 1. متبقي 7 مباريات مثل ما هو قدامكم. فهو كان الهدف الفضي الأول يعني بالنسبة للتشكيلة اللي معي علشان أضمن التأهل لل الفوت القادم إن شاء الله. فبما أن عندنا 7 مباريات متبقية، ممكن أني أوصل إلى ذهبي ثالث أو الذهبي الثاني. طبعا أنا أشوف أنه صعب أني أوصل هنا، لكن نحاول، ليش لا؟ ما في شيء مستحيل. يلا نبدأ نشوف أول مباراة معنا في هذا المقطع ونقول بسم الله. يعني عليك، حلو، ممتاز. هي الله أكبر. طبعا أنا حولتها إلى 5-2-1-2 الدفاعية العادية، مو المطلق، لا العادي. هي لها ميزة أنك تلعب من العمق أكثر، يعني إذا أنت لاعب تحب تلعب من العمق بشكل كبير وخايف أن دفاعك أنه يكون مكشوف، لا ألعب بهذه أسلم لك. ترى بسببها وصلت إلى هنا، يعني اللي قبلها كنت أعاني مع التشكيلات. حلو حلو حلو، هاللي خليه يطلع معاه، ممتاز. فاول ما فاول، اوكي. يا الله يا الله، حلوة ريبيتش مرة ثانية. ما تجي. ممتاز، انتهى الشوط. يعني كان استحواذ مجمل يعني لي، او خلينا نقول في النص، خلينا نشوف. لا والله لا، بس يعني ما قدر انه يضرب الدفاعات. ممتاز، الان هذه هي الخطة اللي انا العب فيها وداعس فيها زي الفل، ابد ما في اي مشاكل. لا لا لا، هدي اللعب. لا حارس، ممتاز، غير الحين، لازم اصمد. مشكلة هدف واحد يعني ما يعطيك امان، هذه المشكلة، هدف واحد ما يعطيك امان ابدا، حتى هدفين لازم فارق يعني 3 اهداف تقريبا. ما شاء الله تسقي ترجع مور طيبة يعني. ما يلا كوادرات اطلع، نرجع شوي، تاس أبد، ألعب بهدوء، الفوز عندك أبد، ممتازة، خلاص هدف، الحمد لله الحمد لله أبد. يعني خلك هادي في اللعب وراح تفلح، راح يفلح عجب، قاعد لي فضي أول. يلا يلا ما عليه. لكن أنا ما عندي ذيك القدرة، لكن بيلقم على جبهته بإذن الله. والعارضة القائم عفوا، أيوة فتحنا لها النص، اطلع، ممتاز، يا نكبة. لا لا لا، هدي يا حارس، ادخل طيب، اتفرج، نقتل قتل، ممتازة جميلة. كوادرادو في المرمى يا ابوي، في المرمى، سريع سريع،
نينجولان يهو يا بطل يا وحش، خيرا تعال يا حبي تعال. مجنون هذا. الحمد لله، يعني الحين فزنا 12 مباراة، يبغالنا بس مباراتين علشان نضمن تأهل إلى شو اسمه هذي الذهبي الثالث. وين رايح يا كابتن؟ وين؟ لكن أنت العب باللي تقدر عليه، اللي تكسبه العب على ما قالوا. والحمد لله ختمناها بفوز، والحين نشوف المباراة اللي بعدها. خلني أحط الجوال كذا بس. أوه هذا عنده كوارث هذا، لا إله إلا الله، الله يستر. يلا يلا ما هي مشكلة، تقريبا كذا شخص يعني كذا لاعب عفوا. يا سلام يا سلام، ايش فيه؟ ايش البداية هذه؟ بداية حريقة قسم بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا الحظ. فجأة كذا صقعت رجعت جت معه. يلا أنا عطني حظ مثله بعد، أعوذ بالله. بدايتها كذا، رايح الكورة دي بعد. حلو ممتاز، خلص سريع سريع. ما نبغى ايه، لو ان ماني تجي معه، لو ان ماني تركب معه. حسبي الله عليه. يلا يا شيخ، اوف والله ما ادري كيف جت، بس يلا ما مشكلة. حلو يا كوستا، ممتاز، قتالية حلوة تحسب لك. يا سلام عليك، هذا طولها. الله أكبر الله أكبر عليك يا أسد، والله بطل. توقع نجمة مباراة كوستا بإذن الله، ما يهم، أهم شيء يفوز يا شيخ. ما عندنا نجم مباراة بلا خرابيط، النجم هو اللي بيجيب الفوز. يا ساتر يا ساتر، تصقع ترجع عبد، امورك في السليم. هي 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 انت عبد، وش تبغى انت؟ بس تبيها كذا بس تمشي معاه، اي صدف تمشي بس تقطعها، مستحيل تقطع كوره. نرجعها لك طال عمرك عبد. يلا يا تايسون روح، تكفى يا تايسون تكفى يا شيخ. يلا يا كوستا حلوة، اي شيء يا ابن الحلال. مشكلة هذا بعد شوت يسار ومروح، حركته بطيئة. لا 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 لا، الوضع ذا ما ينفع، الوضع هذا ما ينفع، لازم يتغير. هذا ابو صلاح انطلق، يا سلام. لا عطى بلنتي بعد. انطلق يا كوست انطلق يا اخوي، ابعد عنا الله يرحم والديك. نشبه حلو، ممتاز ممتاز حلو، هدفك يا اخي. بطيء بطيء، مشكلة ما في احد. ممتاز ممتاز، هدي اللعب. طيب بلنتي، يلا احسبها بلنتي يا كلب، دفع واضح. والله حرام يا اخي، مارادونا لازم يدخل، هذا الحيوان جاب لي مرض. وين مارادونا؟ يا الله تحتاج وقت. وهذا ابو صلاح، يا سلام. اشو ايوه راح راح يا اخوي، اكسر اكسر اي شيء. حسبي الله عليك حسبي الله عليك حسبي الله عليك. سكت بعد. طيب طيب، لا 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 عادي، سكت سكت، انا استاهل انا استاهل. يلا مارادونا اسرع يا شيخ اسرع، ممتاز ممتاز
ممتاز، حلوة، خذ سريع سريع، هدفك هدفك يا وحش، لو ما لي تجي هدف. تسلل حتى وهي تسلل، الله أكبر، ما حسبها تسلل، والله بطل والله بطل. باولينهو، باقي 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 إيش قدامك؟ 20 دقيقة على ما بال تفرح وانت اصلا مهزوم، ان شاء الله ما يضيع وقت. تكفى يا مارادونا، اي شيء من عندك مضبوط، روح يا وحش، روح يا بطل، روح، تكفى يا وحش، يا اخي تكفى تكفى، بيضها بيضها، ممتاز هدفك. الله 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 يا عمري عليك، يا ليته بس يستمر، لكن للاسف راحت الاعاره، راحت الاعاره حقت مارادونا، لكن حلو كان ختامها مسك معه. لو الله ختامها مسك، ختامها مسك، لا يا شيخ هذا لا ترجع له كوره، خش عليه. ايوه طيب، الله يلعنك والحظ، استغفر الله العظيم، ما عاد الا هي بعد ذي. يلا يا تايسون، تايسون مارادونا، الله عليك، لا كيف كذا، خش معاه، لا يا شيخ، والله حرام ذا يفوز، قسم بالله حرام، الهجمات اللي جتني حرام والله. والشباب ذا نزل تحت، يا حكم تكفى يا حكم، أشواط إضافية، لعب إضافية، إيه أوكي إضافية، أنت أهم شي شد حيلك في الإضافية. آه يا الله، طيب يبغالي أغير أحد، خلاص خليهم بنفس ما هم، لا نتفلسف ولا نسوي أي شيء، الكورة ماشية صح معنا. ممتاز؟ آه والله مو ممتاز، إلا والله ممتازين ونص بعد. ها حكم، ما في فاول شيء، بلنتي، شوف لك شيء شيء من عندك، عطني من عندك يا أخي. نزل، يا سلام عليك، اطلع اطلع اطلع، ممتاز، هي يا شيخ، قوم يا شيخ، قاعد تتسبح أنت، والله حرام ذاك، ما أدري كيف جاب أهدافه بعد، والله يرفع الضغط، ما للهجمتين ذيك وبعدين خلاص طفى. طيب خلينا نشوف إذا عندنا كوادرادو مدخل على طول. آه يا رب كوستا، ما في كوادرادو. طيب في هذه الحالة ندخل ريبيتش، نرجع وراء، لا لا خلينا نحتاج السرعة، حنا ما نبغى فلسفة زايدة. يلا شوف الحين شو يسوي ريبيتش، يلا يا وحش، بس لو تدخل يا سلام، هي 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 بس، الله أكبر الله أكبر يا أسد، هذا هو هذا هو المهاجم، ما فيه ما فيه، بإذن الله أنك ما تفوز يا ابن الذين، تحظك هذا اللي ما أدري كيف سلك معك، خش عليه، الله أكبر، الحمد لله الحمد لله. والله لعب بأعصابي، والله مباراة كانت لعب بالأعصاب، أنا اللي صعبتها على نفسي والله، ولا هو ولا ما عنده لعب، ما عنده ولا براسه لعب أبد. طيب زي ما تشايفين، أكثر هجمات أكثر استحواذ، الأفضلية طبعا كانت لي. وهذا عنده طيارات، هذا أولمبيا ديرسون، زاها، محاور من أقوى المحاور، دفاع أسطوري، أكي وكوليبالي، يعني بيكون خصم جدا صعب، عندي إحساس كبير، لكن كالعادة مع خطة 5-1-2-1-2 إن شاء الله يكون فيه. من الآن نجهزها علشان نوزن اللعب. يا ساتر يا ساتر يا اندرسون، مشوا الحمد لله، يا ناس هدوا يا ناس،
وزها لا 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 شو الحمد لله، ولا كان بيعدي لو ما سوى ذي المهارة. الله بس انتهت 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 يا أسد. ليه أنا حمار لو تقدمت شوي؟ استاهل استاهل واسك. وش معاه؟ حلو ممتاز. هي هي يا ربيتش بل انتي هي على طول. حلو ذي تعطيه احمر يعني يكون لك من الشاكرين بعد. اسمها حسبي الله على ابليس. المشكلة تقرا حركة راس اللاعب يعني تقراها واضحة انه هو بيشوت كذا ولا كذا. لو يطلع بس يا سلام. يلا عدينا نضيعها. الله عليك يا كوادرادو يا بطل، والله بطل يعني من اول اصلا صراحة. يلا يلا لا تسويها علشان ما تنكب يا حيوان. سواها. استاهل انا استاهل انا استاهل. هزرد انطلق لين انطلق. قد نبلشنا الحين. ليش سويت كذا انا؟ ليه ليه الفلسفة؟ مسوي قاري اللعب مسوي قاري اللعب انا مسوي قاري اللعب. حسبي الله ونعم الوكيل. لين تركب معه ويسحب مدافع بالشكل هذا. اوكي يبغى بلنتي اكيد 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 اكيد. شكرا حارس انت ما قصرت. انطلق يلا روح شوف من يوقف ذا التيس ذا. الله يقلع الشيطان. ياه القم 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 وانت ساكت لا تتكلم ولا حرف. استاهل استاهل. اي شيء يا رجال. لا والله العظيم في القائم بعد يعني حتى هو مطلع في القائم. يعني شوف الحظ وين وصل معي. والله مسخره والله فعلا مسخره. الحين بيعكس الليل خلاص. لو بتجيب هدف تعال. ما ودك تصفر انت بعد اخوي. ذا ما ودي يصفر خلاص. انت المباراة يا غبي يا غبي. يا ليل الليل يا اخي. كولي بالي هذا معقدني قسم بالله العظيم. الله عليك تايسون. ينقذك تايسون الى كوستا. كوستا جميلة. الله عليك. حلوة حلوة حلوة. ممتاز يا كوستا. الله عليك يا كوستا. الله عليك والتلاعب جميلة من تايسون. يا 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 ايش الجمال هذا؟ ايش الجمال هذا يا تايسون؟ الدلة يا وحش الدلة. يا ربي انسحب. تعال 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 لنهو شوي بطيء. اطلع يا كوستا اطلع. الله عليك جاهز لك يا وحش. هي يا اسد هي هي يا ذيب. خلاص انتهت انتهت. انهاها كوستا. لا 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 ضايقة ضايقة. ممتاز ممتاز. بس الحارس لو يدخل كذا بس شوي. ادخل مع الكورة يا كلب. حسبي الله عليك. حلو حلو. اطلع يا تايسون. يا سلام. هي 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 يا تايسون. يا سلام عليك يا سلام عليك يا تايسون. والله بطل. تحسب لكوستا هذه طبعا. ارجع. ايوه سحبي قميز الزفت. حسبي الله عليك يا قميز يا تبن تبن. ممتاز. يا سلام لو انطلق. الله كبير يا معلم المعلمين. اكوي اكوي اكوي. والله بطل. اسكت كده بسكت علشان يرتفع. وش يا حارس يا اخي؟ وش ذا الغباء يا حارس؟ والله غباء يا حارس. والله انك غبي يا حارس يا تبن. يا عيني عليك. هي كوستا
مالها الا كوستا، مالها الا كوستا. اطلع اطلع اطلع، خليني اسكتك لعلك تطلع. يا اخي ليش تسوي ذي الحركات؟ اطلع يا شيخ اطلع. سبعة اكوي بالثامن. الله عليه الله عليه، اكوي كوي اكوي بالثامن اكوي. واسكتك عشان مره ثانيه تطول المباراه وهي قصيده. خلاص خذها من قصرها واطلع. خلاص ارتحت، يلا باي باي يا كابتن ابو ثمانية. يلا ضيع مباراة علينا. وهذا اللي كان عندنا اليوم، تأهلنا الى الذهب الثالث مثل ما شفتوا. و مبدئيا بداية ممتازة مع هذه التشكيلتين. طبعا ناقصني كذا حاجة لازم اخلصها فيها، مثل بالبرازيلية بنراح اجيب فيليبي اندرسون ولوكاس مورا، وبالكالتشيو خليني بشوف اذا في اقدر اجيب جناح ايسر بدال جوني اللي هو هذا من لاتسيو. وينه؟ اوه مصاب. اوه لا منتهي عقده. اوكي طيب، هذا طبعا هو ما قصر معي الامانة، يعني كان ساترنا يعني لما قالوا، لكن يبغالي اجيب جناح ايسر من الخارج لانه من الكالتشيو ما فيه احد يعني يستاهل انه فعلا. او راح ارجع لوكاس مورا واجيب فيليبي اندرسون مثل ما قلت، وكذا ننتهي الموضوع ونركز نجيب على مراكز ثانية. حلو، يعطيكم العافية على المشاهدة، ما قصرتم على الدعم، وترقبوا الجديد بإذن الله. نراكم على خير بأمان الله.